جولة إنسانية قام بها الهلال الأحمر الكويتي لمستشفى راشيا الحكومي في البقاع الغربي لتفقد مرضى القلب. الجولة الإنسانية شملت العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تقديم خدمات متعددة سواء لبعض الفئات من المواطنين اللبنانيين أو اللاجئين السوريين. استكمالا للجولة الإنسانية التي يقوم بها الوفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، قام اليوم بزيارة مستشفى راشيا الحكومي في البقاع الغربي من أجل تفقد مرضى القلب وإغاثتهم لصحة أفضل. هذا المستشفى راشيا هو طبعا هبة من دولة الكويت، وقمنا فيه احنا عدة عمليات وخاصة فيما يتعلق بمواضيع القلب، وخاصة بالنسبة للأطفال عندنا تقريبا 13 عملية تم عملهم، وقابلنا اليوم بعض الأطفال وبعض المصابين اللي تم شفائهم لله الحمد، وهذا جزء من المنظومة الصحية اللي تقوم فيها الهلال الأحمر. نحن بنتشكر الهلال الأحمر الكويتي على المكرمة المالية اللي قدمها واللي ساعد فيها المرضى اللي أجروا عمليات القلب المفتوح. الهلال الأحمر الكويتي حمل كتير قيمة من العملية، يعني ما حطنا المبلغ الكامل، ساعد بكتير انه انا ما كنت يعني حساني اعملها كلها على حسابي. نحن كتير بنشكر الكويت على مساعدتهم معنا. ومن ثم تابع الوفد جولته في زيارة مخيم اللاجئين السوريين وتقديم الحصص الغذائية لهم، وضمن مشروع البطاطا قدم الحصص للمواطنين اللبنانيين. نحن بنتشكر الشعب الكويتي على المساعدة هاي بالظروف الصعبة، هي كانت معينة لنا كويسة. شو بتقولوا لدولة الكويت؟ شكرا. جدير بالذكر أن وفد الهلال الأحمر الكويتي مستمر في جولته الإنسانية لتقديم خدمات أفضل والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين. جولة الهلال الأحمر الكويتي شملت اليوم عدة مشاريع إنسانية لتخدم شرائح مجتمعية مختلفة. مريم الحموي، تلفزيون دولة الكويت، بيروت.